رجعنا لكم مرة تانية، ولكل الستات اللي بتعاني من مشاكل في بشرتها، يعني نمش، كلف، بقع، رؤوس سودة، تتابع الفقرة دي. وخاصة ان كلنا دلوقتي مهتمين ان احنا نهتم ببشرتنا، لان داخلين على فصل الشتاء، وفصل الشتاء زي ما انتم عارفين مشاكله كتير جدا. البشرة بتجف جدا لما بنحط مكياج، بالتالي المكياج حتى مهما حطينا من ماركات غالية جدا بيبان شكله على بشرتنا وحش قوي، لانه بشرتنا بتقشر وبتبقى جافة. وطول الوقت انا بقول لكل الستات اللي بتتابعنا، لو اهتميتوا ببشرتكم صح ومن سن بدري جدا، مش هتكبروا بسرعة، ومش هتعانوا من المشاكل اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، ومش هتعانوا من تجاعيد مبكرة. للأسف بنشوف بنات صغيرة جدا في السن، عندها 20 سنة ويمكن اصغر كمان من 20، وبنلاقي تجاعيد كتير قوي ظاهرة على وشهم، هالات سودة تحت عينيهم، وده اكيد طبعا من طريقة حياة غلط. مفيش نوم، في سهر، مفيش شرب ميه، مفيش اكل صحي، وكمان مفيش اهتمام واعتناء ببشرتهم. فتعالوا نعرف النهارده من ضيفتنا اللي منورانا نيبال جبر، ازاي ممكن نهتم ببشرتنا واحنا داخلين على الشتاء. نيبال صباح الفل عليكي. صباح الانوار يا حبيبتي. منورانا يا نيبال، وانا مبسوطه ان انتي معانا النهارده. انت منوره الدنيا. الله يخليكي. نيبال، هبدا الاول بمشاكل الشتاء. ايه اكتر المشاكل اللي احنا ممكن نكون معرضين ليها كلنا كستات مع دخول فصل الشتاء؟ خلينا نتكلم بس في الاول ان طبعا فصل الشتاء من الفصول المؤثره قوي على البشر، واحنا لازم نتعامل بطريقه مختلفه وعنايه قويه قوي في الفصل ده، لان الرطوبه بتقل في الجسم، فبالتالي بيحصل جفاف في البشره، ومش بس الوش بس لوحده، لا ده الجسم كله، اليدين، القدمين، تشقق القدمين كمان اللي بتعاني منه سيدات كتير. طب بيبدا يظهر ده ازاي؟ بيبدا يظهر دوت ان الوش بيبدا يحصل فيه جفاف، بيبدا يحصل فيه قشور، بتحسي ان ايديكي ضوافرك بتتقطع مش يعني زياده، بتحسي ان في التشققات دي بالذات بتظهر في الايدين والرجلين اكتر كمان. فاحنا نعمل ايه بقى علشان احنا نقدر نتعامل مع الفصل دوت ونخرج منه بسلام من غير ما يسيب لنا اي اضرار؟ طب عايز اسالك على حاجه، هي من اكتر الحاجات كمان اللي ممكن تعمل المشكله دي هو اننا بننسى نشرب ميه، يعني في الشتاء مفيش حر، فبالتالي مفيش عطش، فبالتالي شرب الميه بيبقى قليل جدا، فبنلاقي ده كمان انعكس على بشرتنا، بمعنى ان بشرتنا بتجف جدا، بيبقى شكلها وحش قوي. ما هو ده من الحاجات اللي هندخل فيها دلوقتي، ان احنا هنتكلم عن الخطوات اللي المفروض ان احنا نتبعها علشان نقدر نخرج من الحاله دي او الفصل ده بهدوء واحنا جمال جدا وما عندناش اي مشاكل في اي شيء. اول حاجه ان احنا طبعا حضرتك برضو اشرتي موضوع الميه ده شيء ضروري جدا، ان انا اعوض بقى الميه، ان انا اشرب ميه كتير في الفتره دي عشان ارطب جسمي، ان انا لازم الترطيب يزيد بتاع بشرتي اكتر من الاول. المشكلة الكبيرة قوي اللي الستات كلها بتقع فيها ان انا اخد الحمام سخن جدا واخرج لمكان هوا جدا، فده بيعمل جفاف شديد للبشرة. يعني على الاقل الناس برضو هتقولي طب ازاي يعني انا هاخد حمام اعمل ايه؟ نستنى بس حاجة بسيطة، يعني ربع ساعة او نص ساعة بعد الشاور، وبعد كده تخرجي، فيعني الجسم يكون هدى شوية، او نسقع المية شوية قبل ما نخرج. ما هو الحمام برضو ما يبقى سخن، لازم الحمام يبقى فاتر وكده، ما ينفعش يبقى فاتر بخار. يبقى فاتر وجميل جدا لو احنا نهينا الحمام ان هو يبقى بارد. وفي هتقول لك مش هنقدر نستحمل يا نيبال، هي بتبقى يعني بس يعني خضة مرة واحدة بس كده، بتقعد ثانية، يعني انت خلاص خدتي الشاور بتاعك وكل حاجة، بعدين في الاخر هي ثانية بس، دي بتحميكي جدا وبتحمي جلدك جدا وبتحميكي من مشاكل. طب انت عارفه انا بسمع ايه كمان يعني بقى، انه بيقولوا انه خضه المياه الساقعه دي في الاخر، في اخر مثلا دقيقتين كده، ده كمان بيفيد الشعر جدا، لانه لو خرجنا من حمام احنا واخدينه سخن جدا، الشعر بيبقى مطفي قوي ما فيهوش لمعه، وبيسبب التساقط. يعني حتى المفروض ان بعد ما بتغسلي شعرك وتعملي كل الروتين بتاعك او النظام اللي انت بتعمليه مع شعرك، المفروض ان اخر شطفه للشعر دي تبقى بميه بارده
عشان ما يثبتش التساقط اللي بيحصل ده. أيوة. وفي حاجة كمان ممكن نعملها بس دي بتبقى عايزة وقت شوية، ان قبل الحمام قبل الشاور ان انت تدهني جسمك كله قبليها بربع ساعة بزيت زيتون، وبعد كده بتاخدي الشاور بتاعك وتخرجي عادي بتجففي جسمك بالمنشفة بتاعتك الفوطة يعني، وبس تكون ناعمة وبنظام التطيب يعني، الطبطبة مش مش ان عشان ما تجرحيش جسمك. صحيح. في طريقة تانية كمان انك بتاخدي الشاور عادي جدا، ده للجسم يعني. انك تاخدي الشاور عادي جدا بس تبقي عاملة زي بخاخة كده موجودة عبارة عن مية محطوط فيها مية ورد واي نوع من انواع الزيوت وزيت عطري، زيت الاطفال عشان ما يبقاش فيه اي شيء. وبعد ما بتخلصي بتعملي زي رش خفيف للجسم وبتنشفي بالفوطه بتاعتك، فيفضل الجسم بتاعك رطب ومحتفظ بالميه بتاعته وناعم. طيب بيقولوا لي في الكنترول ان انت مجهزه لنا ماسكات لترطيب البشره بشره الجسم. صح؟ تمام. طب تيجي نقولها؟ تمام. احنا ممكن نعمل شوية ماسكات زي ماسك الموز والعسل والزبادي. ممكن نعمل عسل وزبادي. لا تقولي لنا بقى ازاي الطريقة. الموز انت بتجيبي جزء من الموز تبع الكمية اللي انت هتستخدميها وتحطي معاها معلقة عسل وتحطي معاها معلقة زبادي، بتهرسيهم جامد كويس وبعدين بتبدأي توزعيهم على البشرة طبعا ما عدا منطقة العين، تسيبيها من 10 ل 15 دقيقة. وطبعا كل ما تسيبيها كل ما بيكون افضل. وبعدين بتغسلي وشك بمية فترة وبتبدأي تحطي الكريم المرطب بتاعك. قبل الكريم لازم نحط التونر اللي بيقفل المسام، وممكن نستخدم مية ورد يعني عشان يقفل المسام، ونبدأ نحط الكريم بتاعنا، وده على الأقل نستخدمه مرة أو مرتين في الأسبوع. طب نيبال إيه فوائد الماسك ده؟ ماسك الموز، الماسك ده موز وإيه زبادي؟ موز وزبادي وعسل. وعسل. أول حاجة إن هو بيعمل زي تفتيح، بيعمل شد، ممكن هو بديل البوتوكس دلوقتي يعني لو انت وظبطتي يعني. طب وبعد كده الماسك اهو يا جماعه مقاديره نزلت على الشاشه عشان لو في اي حد عايز يكتب. راح خلاص. طيب للستات عشان انا اتسالت السؤال ده قبل ما ادخل، قالوا لي دلوقتي لو احنا مش عايزين نروح نعمل بوتوكس وفيلرز وكده نحقن وشنا وننفخه، للستات فوق سن الـ40 اللي ابتدى وشها شوية ما يبقاش بنفس رونقه، يعملوا ايه؟ عشان هل في ماسكات فعلا زي ما احنا بنسمع بتدي يعني بتنفخ الوش او بتديله فوليوم زيادة؟ في الخميرة دي المطبخ، كل حاجة في المطبخ. الخميرة البيرة بتاعتنا احنا بنحط مية دافية بس عليها وبعدين نخلطها بالعسل ونعمل نوزعها على وشنا، وممكن نجيب بقى ليمون، نقط ليمون بسيطه كده بميه فتره، بنعمل زي كمادات ليها كده بعد ما تنشف خالص، ونبدا بفرك بسيط كده نشيلها، وبرده بنغسل وشنا بميه فتره ونفس الروتين اللي انا قلت عليه المره اللي فاتت. طيب نبال للناس اللي بتقول دايما يعني انا من الناس دي اللي عندها حساسيه فظيعه من الليمون، اي حاجه حمضيه تتحط على بشرتها نستخدموش تلتهب على طول. ما نستخدموش. يبقى ممكن نستبدله بميه الورد، نعجنها بميه ما هو ميه الورد برضو دي احنا بنستخدمها لما بتلهبش البشره، ده بالعكس. يعني ميه الورد اللي هي من العطار مش اللي من الصيدليه، لانه انا برضو من الناس اللي اول ما بحط ميه الورد على بشرتي الاقي بشرتي احمرت ما هو في حاجه برضو احنا بنقولها لكل الوصفات اللي احنا بنقولها، في ستات ممكن يمشي معاها، يعني ممكن حد يقول ايه ده قالت وصفه بس الوصفه دي ما طلعتش كويسه معايا، دي مش شاطره. دي مش شاطره. لا هو كل الفكره كلها ان لازم نعمل زي تيست صغير. فين بقى ايه المكان اللي نعمل فيه التيست وما نحرقش بشرتنا؟ بس على منطقه الايد من هنا بس، بتجربي الاول تشوفي ده مناسب ليكي ولا لا، المكونات دي مناسبه لبشرتك ولا لا، لان ممكن يبقى عندك حساسيه من حاجه وانت ما عندكيش علم بيها. فبالتالي انت كده بتحكمي ان الحاجه دي وحشه او غلط او الناس دي مش فاهمه، وهو اصلا في مشكله اصلا في جلدي او في مشكله عندي من الماده دي بس. طيب بيقولوا لي كمان ان في ماسكات تانيه للقضاء على ايه، الحبوب وايه وتفتيح البشر. دي بقى انا ممكن اقولها علشان مش حافظاها قوي. طبعا. بصي في الورقه احنا هنسمح لك النهارده ان انت يعني بلت غش. اصل هي هو مش غش، هو بيبقى حاجات كتير محضراها قوي فالمفروض انك تقوليها بامانه، فبس هي دي كل الفكره يعني. في بقى ان احنا نحط ربع كوب لبن مجفف مع ربع كوب ميه فتره، ودي بتبقى خليط كده يعني مش سايل ومش عجين.
وبتتحط برضو على البشره برضو من 10 ل 15 دقيقه، وبعد كده بغسلها بميه فتره. دي ليه يعني بارد؟ دي عشان الحبوب وعشان التفتيح. كمان اللبن كمان قصه تانية خالص، من اكتر الحاجات اللي بتعمل تفتيح للبشره. صح؟ اللبن طبعا، اللبن خطير، بس هو الفكره بتاعته كله استخدامه ازاي. يعني الحليب اللي هو العادي بس ان هو يبقى فاتر متخفف بميه، وتاخدي قطنه صغيره وتعمليها طبطبه كده كمادات على وشك، وتسيبيه بس 10 دقائق او 15 دقيقه، وبرده تغسليه بميه فتره، برده بيدي نضاره وحيويه وبيعمل تفتيح وبيشيل اي شوائب موجوده في بشرتك. في حاجات كتير، في مثلا الشوفان المطحون مع العسل. الشوفان ده هايل للبشره، تحفه، سواء كان اكل او ان احنا نحطه على بشره. وكمان للناس اللي بتحب ان هي تعمل تقشير او صنفره للبشره، يا جماعه الشوفان من اكتر الحاجات اللي بتعمل ده من غير ما تجرح البشره، من غير ما تاذيها. لانه بس في حاجه، هو بس في البشره الدهنيه هنخلي اي حاجه تبقى مطحونه وناعمه عشان ما تاذيش بشرتنا من الحبوب والحاجات اللي بتبقى موجوده فيها والبثور، لكن في البشره الجافه ممكن ان احنا نستخدمه خشن زي ما حضرتك بتقولي. مش في منه مطحون كمان؟ في مطحون وفي بيبقى سليم، يعني زي ما هو يعني. ايوه. طيب كنت هقول لك ايه، سؤالي الخاص بالخميره اللي انت قلتي اول ماسك اللي هو التفتيح، صح؟ الخميره دي في ناس هتسال، احنا الخميره دي نجيبها منين؟ من الفرن عادي، ولا الخميره العاديه اللي بتتباع في السوبر ماركت دي اللي هي باكت كده صغيره، ممكن كمان دي تادي الغرض؟ هي ممكن طبعا بتاعت السوبر ماركت، بس انا بقى ايه، بحب كل حاجه بتاعت زمان. بحب الخميره اللي هي من الفرن دي، وانا بقى اخدها كده واعملها بحسها يعني فيها فوائد اكتر بكتير من اللي هي باودر دي. من الباودر بس دي او دي تمشي، يعني لو ما عرفتيش توفري يعني. دي ما فيش مشكله ان انت توفري دي. طيب النمش، بالرغم ان انا بشوفه ان هو من الحاجات اللي بتدي شكل حلو قوي للبنات، وبحبه جدا، وبحبه جدا كمان لما يكون موجود مثلا على الكتاف شكله حلو قوي، لكن كمان في ناس يعني لسه اهو السؤال ده متقلي دلوقتي، في ناس ما بتحبش النمش، ما بتحبش شكل النمش. للناس اللي ما بتحبش بقى شكل النمش، ازاي تقدر تضيعه برده بحاجه طبيعيه؟ خلينا بس نرجع لحته ان احنا في فصل الشتاء المفروض يبقى عندنا بقى خلاص حاجات معينه كده بنظبطها علشان تحمينا من الـ من الـ من العوامل بقى البرد والمؤثرة علينا، اللي هو والجفاف والتشققات واللي بتضايق الست عموما. فمن ضمن الحاجات دي الجفاف دوت وتعرضنا للشمس، فبالتالي بتظهر النمش او البقع. فدي برضو من الحاجات الاساسية اللي المفروض تكون بنعملها يومي بعد الكريمات بتاعت الصبح وبتاعت بالليل، ان احنا بنحط الكريم الحماية من الشمس. ودي الستات دايما ما ينسوش النقطة دي، مهم قوي، لان حتى كمان بيقولوا ان المفروض كمان ان احنا نعمل ده جوه البيت، يعني مثلا مش بس بره البيت. بيقولوا بالذات يعني لو احنا هنطبخ او داخلين المطبخ معرضين للحراره قدام البوتاجاز طول الوقت، فلازم تبقوا حاطين الساون بلوك بتاعكم. بالظبط. فدي برده من ضمن الحاجات اللي يعني مهمه قوي ان احنا نستخدمها. ما نقولش ان ما فيش شمس، لان في الشتاء الشمس بتبقى مش قويه زي الصيف، ما بنهتمش يعني. دي من الحاجات وبتسبب النمش والبقع. طبعا في حاجات كتير للتفتيح ممكن ان احنا نعملها عشان نحمي نفسنا من موضوع النمش. في بقى حاجة بسيطة قوي ممكن كل يوم الصبح تتعمل، اللي هو ماسك العسل مثلا. يعني ماسك العسل والاسترخاء اللي ممكن يحصل الصبح بدري، 5 دقايق كده تحطي فيه ماسك العسل، بيحميكي من اشعه الشمس الضاره دي. بقولك ده احنا الصبح يعني بل بنبقى بنجري ورا نفسنا، لا مش لاحقين نعمل اي حاجه. بس لازم كمان الستات تهتم وتدي وقت لنفسها، ولو يعني 10 دقايق ربع ساعه، لازم يبقى فيه اهتمام بنفسك، اهتمام ببشرتك، لانه ده كمان هينعكس متهيألي على حالتها النفسيه جدا. طبعا لان هي الست طبيعي بتبقى عايزه تشوف نفسها ايه غير على طول جميله. كمان الزبادي برضو ممكن الصبح برضو ان هو يتحط قبل ما تعرض للشمس او كده، بيحمي من النمش وبيعمل ترطيب كمان. الزبادي برضو من الحاجات المهمه جدا، واللي يعني بيدخل تقريبا في معظم الوصفات الطبيعيه اللي بنعمل بيها الماسكات وترطيب الجسم والشعر والوش كمان. طيب نبال، للستات اللي بتقول انا عندي مناطق غامقه في جسمي، يعني
عند الكوع مثلا، بيبقى في مناطق غامقه عند الركب، مكان الصلاه كمان، المكان الاماكن دي بتغمق جدا. هتجاوبيني بس بعد ياسمين. تمام. الو يا ياسمين. الو. الو يا ياسمين، صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله انا كويسه، انتي كويسه؟ الحمد لله. اتفضلي يا ياسمين، يبال معاكي لو عايزه تساليها اي حاجه. انا عايزه اتكلم، بس انا عندي حبوب في وشي. انا عانسه. ايوه. عندك حبوب في وشك صح؟ اه. فكنت عايزه حاجه، انا بشرتي حساسه جدا. اه مش سامعاها. كنت عايزه لها حاجه تكون كويسه يعني. طيب بصي، احنا واضح ان انتي مش متابعانا من اول فقره، احنا قلنا ماسكات للحبوب، بس انا هنزلها لك دلوقتي مره ثانيه، تابعيها واكتبيها بقى. بشكرك جدا يا ياسمين. بس انا في قصه الحبوب دي، يعني انا بحس انه ماسكات بتاعت الحبوب دي نعملها بعد ما نعالج وشنا بشكل صح، يعني بعد ما نروح لدكتور امراض جلديه ويدينا الدواء المناسب ونمشي عليه، وبعدين لو في بقى اثار لسه موجوده ممكن نقدر نريحها بالماسكات دي. بس انا بحس انه العلاج في الحالات دي مهم جدا، العلاج. ما هو احنا عندنا جزئين دوائي. عندنا جزئين. في جزء بيكون محتاج طبيب، اللي هي الحالات اللي هي محتاجة طبيب، احنا ملناش خالص اي تدخل من اي نوع. وفي الحالة التانية اللي هي نتيجة الاهمال، يعني مثلا استخدام المساحيق، المكياج الرديئه مثلا، ان ما بغسلش وشي ونظافه بشرتي بصفه مستمره، فبيخلي الحبوب تظهر والبثور السوداء دي تبقى موجوده، ان بسيب الكريم الاساس والبودره على وشي فتره طويله، فبالتالي دي بتكون لي حبوب وتكون لي البثور السوداء. في حاجات احنا بيبقى لينا يد فيها، لو احنا رعناها وعالجناها مع شويه الحاجات بقى اللي احنا بنقول عليها ان هو يبقى نظام معين في حياتنا وترتيبها باستمرار، هنقدر نحلها بسهوله. لأما الحالات اللي هي بتبقى مرضيه طبيب احنا ما نقدرش نتدخل فيه، ودي بنقدر نعرفها، يعني مجرد ان الحاله بنشوفها احنا بنقدر نقول لها لا الحاله دي. ممكن لما تشوفي وش بنت تقول لها لا. طبعا اقول لها ان الحاله دي احنا ما نقدرش نتدخل فيها تماما. زي البقع برضو، يعني في الهالات السوداء، اول ما حد بيجي لنا بالهالات السوداء مثلا حوالين العين، اول سؤال بنساله ايه؟ في عملتي تحاليل؟ في حاجه وراثيه؟ لو قالت لا ما فيش اي حاجه، بنبدا احنا نتدخل. تمام. هاجر. ايوه يا هاجر، صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ ازيك انت، كويسه؟ الحمد لله بخير. اتفضلي، نبال معاكي بس علي صوتك بقى عشان نسمعك كويس. ماشي. لو سمحتي، انا عندي حبوب في بشرتي، يعني في كل منطقه في بشرتي في يعني طالع لي حبوب كده، مش في وشي كامل يعني، في كل منطقه يعني حبايه كذا حبايه كده، وعندي قرطي يعني مسمر جدا على لون بشرتي، يعني مغمقه جدا على لون بشرتي، فعايزه اي حاجه يعني تفتحها وكده. عايزه تفتيح؟ الناس النهارده ما تابعتناش من اول الفقره دي. ده احنا قلنا يا هاجر ماسكات للتفتيح، وقلنا ماسكات للحبوب، بس بوعدك لو في وقت يا جماعه نقدر ننزله لها على طول واحنا بنتكلم. بصي تابعي الاعاده، يعني سريعا هخليها تجاوب عليكي، بس تابعي الاعاده الساعه 1 بالليل عشان هتعرفي كل الماسكات اللي انت عايزاها. احنا هاجر سريعا جدا تقول لها ماسك للتفتيح. انا اقدر اقول لها حاجه كمان غير موضوع الماسك؟ اول حاجه ان احنا نحافظ على بشرتنا نظيفه دايما، لازم تتغسل على الاقل مره او مرتين في اليوم، ولو بشره دهنيه ممكن تزيد عن كده، لازم ان انا ارطبها باستمرار، ماسكات العسل بصفه مستمره تتحط، ودي هتحللها المشاكل بتاعت الحبوب. على فكره كمان العسل مهم جدا جدا، وانا عشان من الناس المغرمه بيه فببقى مأيداه جدا جدا جدا، وحاجه ما بتاخدش وقت ومش مكلفه. وموجوده عندنا، وممكن ندخل كمان معاه شمع العسل، يعني ممكن كمان بنسيح شمع العسل حاجه بسيطه ونحطها مع العسل ونحطه على البشره. المشاكل الحبوب اللي بتبقى صغيره الموجوده تحت الجلد ده هو بيعالجها لك، يعني هو بيعالجها لك. نيمال الوقت معاكي يعني عدى بسرعه جدا، وانا كنت بسالك عن المشاكل اللي ممكن تحصل لنا نتيجه يعني البقع الغامقه او البقع الغامقه اللي بتطلع لنا في جسمنا في اماكن زي الركبه والكوع، بس عمالين يقولوا لي لازم تختني فيه شويه. خلينا نوعد الناس انه المره الجايه نجاوب على
الاسئله دي ونجاوب على اسئله اكتر بكتير تخص البشره. بشكرك جدا يا نيبال، نورتينا. انا اللي بشكر. بشكركم مشاهدينا، فقرتي خلصت، بس قبل ما اختم لازم اقول لكم انه اهتموا ببشرتكم، وادوا وقت لنفسكم، لان ده مهم جدا عشان لما تكبروا شويه ما تحسوش انه علامات الزمن ابتدت تبان عليكم زي ما بيقولوا. ربابة رجعاكم حالا بفقره جديده عن الديكور، خليكم معايا.